السلام عليكم أعزائنا المشاهدين ومتتبعي قناة مغرب نيوز. اليوم وفي ظل الأخبار اللي كنسمعوها خصوصا نحن على أبواب الامتحانات، سواء كانوا امتحانات ابتدائية أو لا ثانوية أو لا إعدادية أو لا حتى جامعية، كنسمعوا ديك الظاهرة ديال الغش. الغش في الامتحانات، يعني الغش راه كيغش نفسه قبل ما يغش المجتمع، قبل ما يغش هذيك الورقة اللي قدامه ديال الامتحان. بطبيعة الحال هذه ظاهرة معتادة ومعروفة، وخير دليل على ذلك هما الأقوال اللي كنا كنسمعوه من قديم الزمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. يعني ركيل الغش، لكن فضل تطور ديال المجتمع، فضل تطور ديال التطورات اللي كيعرفوها جميع المجتمعات عبر العالم، هناك تكنولوجيا، هناك حداثة، هناك عدة أمور ساهمت كذلك في توفير مناخ او لمناخ للغش، منهم البورتابلات، منهم السماعات، منهم هذوك الحروزه حتى هما تبدلوا في الطبع ديالهم. لكن من الغريب هو اننا كنلقاو شخص كينوب على شخص في الامتحان في اطار الغش. وقعت حادثه في مدينه المحمديه وبالاخص في الكليه ديال الحقوق مدينه المحمديه نهار 21 يونيو 2022. طالب في الماستر بلباس ديال النساء، مكياج ديال النساء، غادي يدخل غادي يدوز في بلاست واحد طالبة اخرى مقابل اجر مادي، خدا منه دفعة وبقى الدفعة الاخرى حتى يكمل المهمة ديالو اللي هي الامتحان، يدوز امتحان. لكن ولسوء الحظ ديالو ولحسن الحظ ديال هذا المجتمع ان هذيك اللجنه ديال المراقبه كانت يقظه، واستطاعوا على انهم يضبطوه. تقدم وتحال على النيابه العامه اللي امرت بوضعه تحت الحراسه النظريه هو وديك السيده اللي كلفته انه ينوب عليها في الامتحان في ظل هذه المواصفات اللي عطينا. وفي ظل هذا الشيء كاع كله احنا ارتئينا اننا ما غاديش نناقشوا الموضوع فقط من باب هذا المشكل هذا اللي طرا، وانما غنناقشوه في اطار ديال الغش في الامتحانات، اطار ديال الغش في منظومه تعليميه اللي كتعطينا جيل مثقف، جيل اللي غادي يعطينا في المجال التوظيفي، في مجال ديال العمل داخل المجتمع. معنا الاستاذ السيد مدير مصطفى ديال مدرسه فشتالي اللي فعلا هو من ضمن الاطر اللي حتى هو ما كيقبلش هذه الظاهرة وما موافقش عليها. غادي نحاولوا نتحاوروا معاه في هذه المسألة. السلام عليكم سي مصطفى، قدمنا الصفة ديالك والاسم ومرحبا بك معنا. السلام عليكم، تحية تربوية للجميع. بالنسبة لي اليوم كنحضر معك كفاعل تربوي في مدينة المحمدية وكمتتبع للشأن التربوي منذ سنوات. بالنسبة لهذه الظاهرة كيف ما جاء اللسان ديالكم، هي ظاهرة ماشي جديدة وإنما ظاهرة قديمة 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 قدم التاريخ. فالغش هو يعني من طبيعة الإنسان أنه كاين الشر والخير، طبيعة الإنسان فالشر دائما كاين الشيطان اللي يوسوس الإنسان أنه يمشي لواحد الأعمال اللي هي فيها الشر، وكاين كذلك الناس اللي كتمشي للخير. بالنسبه للغش هو كيف ما قلنا ان كاينه واحد نعره بعض الناس اللي ماشي مرتبطه فقط بما هو تعليمي. فالغش في المجتمع راه كاين في التدليس، الى في النصب والاحتيال، في البناء، في هذا ديال الحوايج اللي عنده شي حاجه في الدماغ ديالو ديال الغش. سمه لا اخلاقيه كاينه في المجتمع، كاينه ضروري كنلقاو اللي مزيان ولا كنلقاو اللي ما مزيانش. بالنسبه للغش في الامتحانات التقييميه ديال ما هو تعليمي، باش نعطيو لواحد الشخص واحد شهاده او واحد النقطه باش تمكنوا انه يرتقي للمستوى اعلى. ف عنده يعني هاد المساله تفاقمات في المجتمع. نعم تفاقمات، دليل للاسف انها تفاقمات في المجتمع، ما بقاتش يعني منحبسه ولا منحصره على بعض الاشخاص
اللي ما يعني ما كي عندهم اسباب، كل واحد عنده الاسباب. نقدر نقول لك الاسباب ديال هاد ظاهره الغش اللي كتبان لي انا من بين الاسباب ان التلميذ ما كيهيئش الدروس ديالو كما يجب. ما نقولوش حنا راه يعني المنظومه التعليميه اللي ما موفراش الظروف ديال انه يكون مهيئ. لا حيت كاين اسباب متعدده. نعم. اسباب متعدده ان التلميذ مثلا ما كيكونش متمكن من الماده لاسباب كثيره. اسباب كثيره منها ما هو ذاتي ومنها موضوعي الى غير ذلك. فما هو ذاتي ان هذاك التلميذ انه كيتراخى سواء خاصه في حاليا فكاين عدد ديال الملاهي اللي كتخلي ان التلميذ ما كيتبعش الدروس ديالو. كاين كذلك ان بعض الاباء اللي كيخليو التلميذ الولد ديالهم كيخليه يعني كيدير اللي بغاه ما كيكونش هذيك المراقبه 100%. ممكن انه كيكون غياب ديال شروط الدراسه ممكن، والامكانيات الى غير ذلك، عدد ديال الامور. ولكن كاين اسباب اللي هي شخصيه، اسباب شخصيه ديال هذاك التلميذ اللي انه ما كيتبعش الدروس ديالو كما يجب، فاوتوماتيكيا انه ملي كتوصل الامتحانات فكيقول غادي نتوكل على الله هو بالنسبه ليه، وغادي غادي نقول وراه غادي ندوز وهادي توكل على الله فهاد. ولكن هذا كيتسمى بحال توكل، توكل وانه كيدير شي حاجه اللي ماشي من حقه. لان ملي كتغش انت هي مجرمه من طبيعه الحال، لان الغش راه عنده القانون راه كيجرمه وكيخلي انه بحال الجنحه كنسميوها الجنحه، انه التلميذ كيتحرم من سنوات اخرى من هذاك السنه، وممكن انه كيتحرم سنوات اخرى. فالقانون يعني كيعاقب هذاك التلميذ، ولكن احنا ما بغيناش انه التلميذ يمشي لهذا الباب حتى نوليو نعاقبوا. هذا خصنا نشوفوا الاسباب اللي كتخليه انه ما كيمشيش، البحث على العلاج لهذا الافه هذه. نعم، انه هذاك التلميذ لانه كاين شروط اللي كتخليه انه يغش. نعم. من بين الشروط انه اولا هو كيتراخى في الدروس ديالو، ولكن كيبقى كيقول انه حتى الامتحان انا راه غادي نوجد، وكيبدا يوجد هو هذا. وللاسف انا كنشوفوا في بعض المطبعات اللي كيبداو يطبعوا للتلاميذ كنشوفوهم انه كيكونوا يوجدوا لهم هذوك الفوتوكوبي صغروا لهم التصغير الى غير ذلك. وهذه ثاني راه افه كبيره، انه ملي كنلقاو بعض الناس اللي كيساعدوا التلاميذ على هذه المساله راه مشكله حتى هي. هذا في هذا الاطار، ولكن في الاطار اللي متداول حاليا واللي على قبله هو نهضه الضجه، وربما هي ضجه وطنيه الا ما خفتش نقول عالميه، هو ما وقع مؤخرا في كليه الحقوق ديال شخص يتقمص شخصيه ديال فتاه ويدخل ويؤدي الواجب في بلاصتها هي، مع العلم على انه ماشي ود الماده، هو ماشي ماده ديال هي شعبه الاقتصاد. وهو ماستر ما عرفتش هو ماستر ديالاش بالضبط. هذيك راه يمكن اننا نقولوا انه انتحال شخصيه. نعم. انتحال شخصيه اخرى يعني. هو جاتكم غريبه انتم ماستر ديالكم من طبيعه الحال، انه كتفاجئ. انا شفت غير الصور ما عرفتش شنو الموضوع، نظر لان عندنا ظروف ديال العمل الى غير ذلك ما عرفناش بالضبط، ولكن انا شفت صور وبعض التعليقات بانه هذا الشخص راه انتحل كذا كذا. ولكن هذه في شموليته انه الغش ما بقاش كيخاف حاليا، ما بقاش كيخاف ولا كيغش وكيقول انا راه انا خص، وكيتباهوا بها بعض المرات كنشوفوا حتى من الاباء والاولياء ديال التلاميذ هما اللي كيقولوا ما خلاهمش ينقلوا، ما خلاهمش يديروا حشومه عليهم عار عليهم، هو باغي ولده ينقل زيروهم. وكنعرفوا ان الناس ديال يعني الناس المراقبين راه اغلبيه كيأديوا الواجب ديالهم، وكاين بعض الناس وكاين بعض الناس اللي كيخافوا من هاد التلاميذ، نظرا لانه من حقه يخاف على راسه. نعم. ورغم انه راه كاين يعني القوانين اللي كتحمي المراقب. نعم. وهذا، ولكن دائما كنقولوا ان المجتمع كله خصو يحمي المراقب. نعم. علاش؟ لان الغاش اليوم كتلميذ فهو لنفرض انه نجح بالغش، فهو اولا كيضيع فرصه على واحد اخر، كيولي تكافؤ الفرص ما كيناش. انه اذا ملي كنغش انا فكنضيع واحد اخر،
وانا يمكن انني كنبان احسن من هذاك اللي بريبارا مزيان مزوق من برا شحال من الداخل هادشي كيطرا. فهذاك اللي بريبارا مزيان المره اخرى غيبدا يقول وانا بريباريت وهذاك جا احسن مني حتى انا خصني نغش واحد كيبدا كي هكذا وكتفاقم الظاهره. لذلك فالغش راه حنا كنقولوا انه ما خصوش يكون. ثانيا انه الا غش ومشى يمكن انه ياخذ واحد المنصب فهذاك المنصب في الشغل مثلا في الشغل ديالو اكيد انه غيغش فيه واكيد هذاك الشيء كله كينعكس على المجتمع وكينعكس على الاباء والامهات بالدرجه الاولى لانه حنا كلنا كنشكلوا المجتمع. فاذا كان الغش يتحبس فاوتوماتيكيا راه المجتمع غيكون مزيان. واخا كعلاج منظوركم انتم بحكمكم انكم فاعل تربوي وكذلك لكم مسؤوليه في التربيه وفي التعليم يعني من بين الحلول اللي كتبان لكم ناجعه على انها تعطي الاكل ديالها وتعطينا فعلا جيل كيكد كيجتهد باش يوصل بعرق كتافه. اول حاجه هو ان خص يكون تواصل بين الاسره والمؤسسات التعليميه تواصل لان الاباء مراقبه اوليه الاباء بزاف ديال الاباء ان غابوا على الدور ديالهم كاباء باش يوصلوا وليداتهم للبر الامان هذه الاولى. ثانيا خص تشديد المراقبه رغم انه في هذا تشديد المراقبه كاين كلام لانه قد ما كنشدوا المراقبه الا كيطور هذاك الغش كيطور الاليات ديالو فكت مهما درتي راه خص ضروري انه التحسيس وانه الوعي يكون واحد الوعي جمعي بانه هذه الظاهره ما خصهاش تكون في المجتمع لان قد ما كنساعدوا حنا الغش وكيف ما قلت لك قبيله انه كنلقاو اللي كيدير فوتوكوبي اللي كيبيع هذوك اللي كاين لا اللي كيبيعوا بعدا اللي كيبيعوا كيعرفوا انه غيغش وكيبيع ليه مساله تجاريه هو كيدخل فيها رغم ذلك انه كنقولوا ان المجتمع ديالنا خصو يكون واحد كل شيء شارك اننا نحاربوا الغش كلنا مراقبين كلنا فوالا نكونوا كلنا كنشاركوا في محاربه هذا الغش مهما قاموا المراقبين ب يعني المراقبه الجاده فالغاش دائما كيطور الاليات ديالو. لذلك خص ضروري يكون التوعيه والتحسيس. انا شفت بعض الفيديوهات اللي كيهضروا فيهم التلامذه على البورتابل ف يعني في المراكز ديال الامتحانات كيعلقوا واحد اللافته وكيعطي واحد الالتزام كاع للتلامذ بانه ممنوع تجيب البورتابل للمركز يعني واخا يكون طافي راه كتسمى في حاله غش. والتلامذ كيقولوا لا راه حنا البورتابل في المحفظه وراه كذا وكذا. يعني القانون راه معروف كاين قانون ان ما تجيبش البورتابل ما تجيبش حنا ما ندخلوش للشق القانوني قد ما غادي ندخلوا للشق الواجب علينا القيام به. غادي ناخذ على سبيل المثال وبابسط الامور يعني ملي كيتم ضبط هذا الغش كيتقدم للنيابة العامة وكيتم المحاكمة ديالو واش يعني في المنظومة التعليمية رحنا وفرنا حل من الحلول أو لا رحنا غير كنزيدو نعوصو المسألة. بالنسبة أولا على حسب العلم ديالي أنه ما كيتقدمش للنيابة العامة وإنما كيكون واحد اللجنة اللي تربويه اللي هي اللي كتحسم. لا احنا دابا حاليا شوف انا حاليا دابا عشت يعني بحكم اننا كنتنقلوا ما بين المدارس والثانويات والاعداديات ويعني حتى الجامعات كنلقاو شي حاله غش الا وكيدخل فيها البوليس وكيتم نقل الشخص اللي تضبط غاش منهم بحال هذه الحاله ديال هذا اللي هذا توا بدا من بالنسبه الى كان الى تعدى انه حيت كنعرف انه اللي نفرض عنده هاتف ولا غش كيكون واحد التحرير واحد المحضر اللي ولا تقرير اللي كيترفع للجهات المعنيه التربويه الاكاديميه اللي هي كتثبت في هذه العمليه هذه ويمكن انه كيحرموه من هذاك الامتحان ويمكن كتكون عنده واحد العقوبه اخرى. اما لانه اذا مشى للنيابه العامه وهذا مساله اخرى كتولي بحال ملي كيكون جريمه ولا جريمه وانما هي فقط مسائل تربويه كتبقى بالنسبه سواء الاكاديميه ولا المديريه ولا هذا يعني كتعالج الامور بشكل تربوي. هذا هو اللي كيبان لي انا. العقوبات الزجريه اللي كتخاد ضد هاد الرش اللي كيغشوا بعيد على السلطه بعيد على يعني كتبقى كما قلتي انت اكاديميه بحالاش كيكونوا العقوبات؟ العقوبات هو كيف ما قلت على حسب العلم ديالي هو كيتمنع
كيتحرم من هذاك العام، كاين اللي كيتحرم من هذاك العام، كاين اللي كيعطيوه واحد المده. آمين. ديال مده انا ما عارفش بالضبط هذا، ولكن واحد المده اللي حسب السلطه التقديريه كيف ما كنقولوا ديال المجلس اللي كينعقد باش كيبت في هذه القضايا. ولكن رغم ذلك كيف ما قلتي فالغاش ما يمكن الا كيشد شراسه، كيزيد الغاش انه ينمي الاليات ديالو ويطورها باش يتملص من هذه المراقبه هذه. ولذلك كنرجع دائما كنقول انه العمليه خاصها تكون تربويه، خاص يكون الاباء خصهم يوعيوا ولادهم بانه ما خصوش يغش في الامتحان، ما خصوش يعني يلوح راسو للتهلكه، خص المساهمه ديال اولياء الامور خاصها تكون لانه ودور هذوك الجمعيات ديال اولياء واباء التلاميذ اللي كتكون مثلا في المدارس، واش عندها شي دور في هذه الماده هذه بالذات، خاصه ملي كيكون الغش وكيكون يعني هذو راه جمعيه، يعني جمعيه فيها التحسيس، فيها المراقبه، فيها يعني حتى خلق بعض الامور اللي كتسهل على هذوك الاطر التربويه على انهم يخدموا في واحد الجو لائق. واش الجمعيه فعلا منخرطه في هذا العمل؟ بالنسبه للجمعيات على حسب العلم ديالي فالعدد ديال الجمعيات كيقوموا يعني كيعقدوا اجتماعات مع التلاميذ، كاين اللي كيديروا اجتماعات مع التلاميذ باش يحسوهم كيف ما قلت بالخطوره ديال الغش، بان الغش هو كيضر التلميذ اكثر ما كينفعه، سواء في هذاك الوقت او لا من بعد، وكيضر التلميذ نفسه حيت الاول المعني بالامر هو التلميذ. التلميذ لانه ملي كيغش شي واحد راه كيضر راسو قبل ما كيضر الناس، وملي كيضر راسو راه اوتوماتيكيا غادي يضر المجتمع لانه واحد هو. سي مصطفى الحديث معك شيق، ولكن غادي نحط على واحد النقطه اللي هي مثيره للجدل حاليا، هما هاد الواقعه اللي وقعت نهار 21 يونيو، الان هما تحت الحراسه النظريه، تقدموا لعند وكيل الملك، يعني للاسف الشديد غادي يتعرضوا للحكم، غادي يتحاكموا، وربما فيها حبس، ربما فيها غرامات، ربما فيها بزاف الحوايج، يعني واش ما فيهاش تاثير على المنظومه التعليميه سيرتو في التعليم العالي؟ لا بالنسبه لهذه العمليه حيت ما يمكنش شي واحد الحدث ياثر على منظومه ككل. في نظري انا الشخصي فهو حدث معزول، حيت ماشي كلشي كيدير هذه العمليه، حدث معزول ما يمكنش ياثر على المنظومه التعليميه الجامعيه، لانه كاين مراقبه، لولا المراقبه ما غاديش يضبطوهم، حيت كاين المراقبه بالفعل ديال الامتحانات، هو حدث معزول. يعني هاد الاشخاص هادو راهم يعني كيف ما قلتي القانون غياخذ مجراه. نعم. ما يمكنش انه غتاثر على المنظومه هذه، كيبان لي انه ما يمكنش. سي مصطفى مؤخرا كنا كنشاهدوا باقيين كنشاهدوا على ان الاستاذ بعد ما كنقولوا قف للمعلم يوفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا، ولينا كنشوفوها بواحد الصيغه اخرى مخالفه للاخلاق، مخالفه للتعليمات الدينيه اللي احنا كدوله اسلاميه. الاستاذ بهذه العباره غادي نقولها واستسمح، كتخلى ضربوه في الاقسام، كتخلى ضربوه في المؤسسه، وحتى خارج المؤسسه من طرف تلاميذ او من طرف اباء واولياء التلاميذ. يعني حتى لين هادشي هذا بالنسبه لهاد الاول، كنستنكر هاد العمليه اللي كيقوموا بها بعض التلاميذ ولا بعض الاباء اللي كيساندوا الابناء ديالهم من اجل انهم يمسوا من الكرامه ديال الاستاذ، لان الاستاذ كيف ما قلتي كاد المعلم ان يكون رسولا. فالتلميذ اللي ما كيحبش الاستاذ ديالو فهو في حق ما يمكنش اننا نقولوا انه تلميذ، لان كنقول انا بعدا من علمني حرفا سيرتو له عبدا كانوا كما كنقولوا بكري. ولكن للاسف انه حاليا ولينا كنشوفوا انه الاستاذ فكيتضرب في فيديوهات شفناهم، شفنا انه الاستاذ يعني كيتهان، ولكن كنقول انه حاليا ان شاء الله غادي ترد الكرامه للاستاذ. فكانت قبل أسبوع كانت المشاورات الوطنية
لتجويد التعليم. فبزاف هضرنا على يعني رد الاعتبار للمدرسه وطبيعه الحال رد الاعتبار للاستاذ، لان الاستاذ هو المحور ديال العمليه التعليميه التعلميه، فما يمكنش اننا نحيد يعني الاساس، راه واحد ركيزه هو الاستاذ، ما يمكنش اننا نهينوه ونقولوا انه غيكون عندنا تعليم بجوده عاليه. فلذلك كفى اننا نهينوا الاستاذ ولا المدرسه خاصه العموميه، فخصنا ضروري نردوا الاعتبار للاستاذ ونكرموه، باش يمكن انه لانه توائر كنقولوا دم ولحم. نعم. خاصو ضروري انه نعطيه واحد القيمه اعتباريه داخل المجتمع كيفما كان سابقا. كيفما كان سابقا، وهذا ما غادي يخليه الا انه يجد ويجتهد حتى هو باش يوصل الرساله ديالو النبيله. سي مصطفى، كختام نعاودوا نذكروا بسبب هذا اللقاء وهذا الحوار، هو مراج وما وقع وما حدث بكلية الحقوق بمدينة المحمدية، حيث أنه دخل واحد الشخص طالب في الماستر، دخل باش يعوض واحد طالبة في شعبة الاقتصاد في امتحانات بلباس وزي النساء، مكياج ديال النساء، لكن وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، تم ضبطه وتقديمه للعدالة، وهو الآن راه هو تحت الحراسة النظرية، تم تقديمه اليوم لدى النيابة العامة. باقي ما عرفناش الحيثيات ومجريات ما وقع، لكن أكيد والأكيد هو أنه غينال العقاب دياله، لأن مسألة فيها مادة وفيها الفلوس وفيها يعني ما داخلش يعني حبا فيها أو لا يعني بغي يساعدها، وإنما داخل باش يتخلص على هذه المهمة. فضل هذه المسألة هذه السي مصطفى، بغينا نعرفه واش ممكن أن المنظومة التعليمية تأخذ شي إجراءات أخرى رقابية أكثر صرامة من هذا الهدف، لأن حتى هذاك المراقب فهو أستاذ ومعلم، ربما يقدر يتعرض لاعتراض السبيل، البلطاجة بعد ما يخرج من هذاك القسم أو لهذاك. من طبيعة الحال الأستاذ المراقب فهو كيتخوف، وكثير من الاساتذه كيتخوفوا، هذا على ديك المهام اللي كيقوم بها، كيتخوفوا كثير من عمليات اللي كيمكن انه يتعرض لها. كاين اللي كيتعرض يعني لخساره ماديه في السياره ديالو، كاين اللي كيتعرض للضرب، كاين اللي كيتعرض يعني للتهديد غير ذلك. فلذلك انا في نظري انه يعني اننا نفكروا في اعاده يعني واحد طريقة أخرى للاختبارات، نظري باش ما يكونش فيها الغش، يكون واحد اجتهاد آخر في الطريقة باش كنديروا الاختبارات، في الطريقة باش كنمتحنوا ولا باش كنقيموا التلميذ. فإلا تعاد النظر في هذه العملية كيف ما كاين في بلدان أخرى، يعني أننا نشوفوا طرق جديدة لتقييم هاد التلاميذ هذه، فيمكن اننا نوصلوا لشي نتيجه اللي تخلي اننا نحدوا من هذه الظاهره ديال الغش، اضافه الى التوعيه كيف ما قلت، ان كل فرد من المجتمع يحس بالمسؤوليه ديالو تجاه المجتمع وتجاه نفسه. شكرا لك سي بارك الله سي مصطفى، وكنتمنوا فعلا على ان هذا الحوار هذا يكون عنده الوقع ديالو في المجتمع ديالنا المغربي، خاصه بين التلاميذ وبين اولياء امور هاد التلاميذ. نصح أولادنا لأنهم يعتمدوا على أنفسهم، يعتمدوش على الحروزة وعلى النقل، وعلى يعني مشي تنقل بمفهوم النقل، إنما هو غش بالدرجة الأولى. لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعليق للمواطن وآخر كلمة للسي مصطفى. واحد كلمة أخيرة، كلمة أخيرة، فبغيت نقول أننا احنا اليوم أنا وياك احنا مجرد واحد جوج ديال الاشخاص تربويين، يمكن اننا كان نثيروا النقاش الذي دردشه، يمكن اننا احنا غير فقط عطينا واحد بعض النقاط اللي يمكن اننا نناقشوها من بعد، وهي راه كاينه في المجتمع، ماشي احنا خبراء. نعم. ديال حول الغش ولا، وهي فقط هي وجهه نظر ديالي، وجهه نظر ديالك، يمكن انها كان باش نخلخلوا هذا الموضوع هذا، من اجل انه الاباء
ولا الأطفال ولا التلاميذ اللي يمكن يشوفوا هذا الفيديو هذا أنهم يتفاعلوا معه وأنهم يرد يعني يديروا واحد تقييم ذاتي لريوسهم لوليداتهم لجيرانهم لهذا باش نشوفوا أن هذا المجتمع راه لما تعاوناش عليه راك غادي نمشيو للهاوية. إذا خصنا كلنا نتعاونوا جميعا باش المجتمع ديالنا يكون مزيان، ونتمنى أننا نكونوا فاعلين في المجتمع وأننا نأديو الرسالة ديالنا على أحسن وجه. وشكرا للسي إدريس اللي دائما هو فاعل في المجتمع وأنه كيحاول ما أمكن أنه يخدم هذه النقاط. شكرا لك بزاف أستاذي مصطفى. وفيتي وسوفيتي في الموضوع، كنشكرك الشكر الجزيل. كنقولوا كما قلنا سابقا، من غشنا فليس منا، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكم الكلمة والسلام عليكم.